يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم فيها العديد والعديد من الأخبار والتفاصيل كمان المهمة اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم، سواء فيما يتعلق بالشق المحلي، الشق العالمي، وبالتحديد كل ما يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. بالتالي بيهمنا قوي تواصلنا معاكم وتواصل حضراتكم معانا من خلال تفاعلكم على سؤال حلقة النهاردة، وإيه في رأيكم إيه هو التشكيل المثالي للأهلي عقب انتهاء بطولة الدوري بشكل رسمي. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد. البداية دايما بتكون بأهم العناوين. يلا في ترند الأهلي: موسيماني يكلف مخطط الأحمال بتجهيز لاعبي الأهلي لنهائي أفريقيا. الترند المحلي: الزناتي يستقيل من منصبه بالجبلاية. أما في الترند العالمي: ركلة جزاء صلاح تثير الجدل في الدوري الإنجليزي. سريعا خليني اقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم في مختلف انحاء العالم قبل ما اطلع الفاصل، لان بعد الفاصل عندي كلام مهم قوي. لكن خلينا نبتدي بالدوري الانجليزي. النهارده في ماتش اتلعب كان حلو قوي ما بين استون فيلا وساوثامبتون، خلص بفوز ساوثامبتون 3-4 بعد ما كان متقدم 4-1. شارك نجمينا المصريين سواء تريزيجيه او المحمدي بس كبدلاء على مدار احداث المباراه. نيوكاسل الشوط الاول خلصان مع ايفرتون تعادل سلبي. مانشستر يونايتد الساعه 6:30 في قمه الجوله امام ارسنال، وتوتنهام مع برايتون الساعه 9:15 بالليل. الدوري الاسباني: ريال بيتيس امام ليتشي، مباراه انتهت 3-1 لريال بيتيس، وفي هذه اللحظات بتتلعب مباراه سيلتا فيجو مع ريال سوسيداد، وغرناطه مع ليفانتي هتكون الساعه 7:30، وفالنسيا مع ختافي الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي: اودونيزي لعب خلاص مع ميلان، وميلان فاز 2-1 في مباراه شهدت تالق زلاتان ابراموفيتش، طبعا نجم النجوم. وفي هذه اللحظات ايضا بتجرى مباراتين: سبيزيا مع يوفنتوس، التعادل الايجابي 1-1 حتى الان، وتورينو مع لاتسيو 2-1 لتورينو. والساعه 7 في ماتشين تانيين: نابولي مع ساسولو، وروما مع فيورنتينا، وسامبادوريا مع جنوا. ده هيكون في تمام الساعه 10:45 مساء. ومباريات في الحقيقه كلها ممتعه ومثيره للغايه. بعد الفاصل عندي تفاصيل وكلام مهم جدا بخصوص قصه كهربا وكابتن محمد فضل، وبعد ما حدث بالامس في اعقاب تتويج النادي الاهلي بطوله الدوري. بعد الفاصل استنوا. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه خلينا اتكلم معاكم بس عن مباراه الامس ما بين الاهلي وطلاع الجيش وختام مباريات الاهلي في بطوله الدوري. وفي الحقيقه مباراه كانت احتفاليه رائعه بالنسبه للفريق، سواء كمان من حيث الجوانب الفنيه كاداء، كنتيجه كمان كانت جيده جدا، مظهر ظهر به النادي الاهلي بشكل جيد. وبنطمن في كل مباراة وبعد كل مباراة للأهلي تحت قيادة مستر موسيماني، بنطمن بشكل أكبر على الفريق، بنطمن بشكل أكبر على الروح اللي موجودة في اللاعبين، قلبهم على الفرقة، قد إيه هم حابين يشتغلوا جدا مع المدير الفني، قد إيه كتيم وورك بشكل كامل، كله بيساعد بعضه وكله عايز يعمل حاجة لجمهور النادي الأهلي، وده دايما اللي بيبقى الأهم. اللقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات يعني الاهلي دايما متعود عليها في الحقيقه، كل سنه الاهلي بيفوز ببطوله الدوري، ما فيش جديد بيحصل. من السنه الخامسه على التوالي او الموسم الخامس على التوالي الاهلي بطل لبطوله الدوري الممتاز، والسنه دي كمان تحديدا بفارق كبير جدا من النقاط عن اقرب منافسي نادي الزمالك، وده ان دل يدل على ان الناس دي بتشتغل صح جدا، والناس دي قد ايه هم عارفين بيعملوا ايه اللي صالح الفرقه، والخطوات والاهداف بتبقى محدده ازاي، وبتقدر تشتغل عليها وتقدر توصلها وتحققها في الاخر. لكن في كل الاحوال حاجه كانت جيده ورائعه، وفي مباراه شهدت كمان تالق عدد كبير جدا من اللاعبين، وابرزهم في الحقيقه محمود عبد المنعم كهربا كان مميز جدا في مباراه امبارح، بخلاف الناشئين اللي لعبوا، بخلاف اللاعبين اللي كانوا بقالهم فتره ما بيلعبوش. من مكاسب كمان المباراه امبارح يعني ان صالح جمعه خد عدد دقائق كبير، اعتقد لعب ما يقرب من 30 دقيقه امبارح بالوقت بدل الضايع.
فكلها امور جيده وايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي في مرحله بتختم خلاص او ختمت بشكل رسمي عقب انتهاء مباراه الامس. الكل بيحتفل والكل مبسوط والكل سعيد. الاهم بالنسبه لنا الاحتفالات دي تستمر باذن الله باذن الله لبعد يوم 27 من الشهر الجاري، نكسب البطوله بتاعه افريقيا لان هي دي البطوله الاهم لمين؟ لكل المنظومه، مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، وقبلهم الجمهور. الجمهور منتظر بصراحه بطوله دوري ابطال افريقيا. ايا كان هتقابل الزمالك ولا الرجاء، المواجهه هتبقى صعبه في كل الاحوال، لكن انت ماشي بخطى ثابته وبشكل تدريجي وتصاعدي من حيث المستوى الفني ومن حيث الاداء ومن حيث كل هذه الامور اللي باذن الله تكون دايما في صالح الفرقه. الروح عجباني جدا ما بين مستر موسيماني واللاعبين، وده امر كان غايه في الروعه. لكن الحدث الأهم وفي أعقاب تسلم النادي الأهلي درع الدوري امبارح في مشهد كده حصل، وأكيد حضراتكم كلكم تابعتوه من خلال كابتن محمد فضل عضو اللجنة الخموسية ومندوب اتحاد الكورة في هذه الاحتفالية أو في إجراءات وبروتوكول تسليم درع الدوري للنادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا أحد نجوم النادي الأهلي. ومشهد كان يعني ضايق البعض في الحقيقة من الجمهور، والكل ركز على الجزئية دي تحديدا، لكن احنا عايزين نتكلم بهدوء شوية وبواقعية أكتر. يعني في كل الأحوال في كل الأحوال الموضوع تم تهويله، يعني هي قصة انت كبرت زيادة عن اللزوم والناس كتير اتكلمت فيها، والبعض حاول ان هو يخرج من إطار احتفالات النادي الأهلي بدرع بطولة الدوري لإطار آخر خالص واتجاه آخر خالص، وهو بما يتعلق بمشاكل أو مشادات حصلت أو كلام من ده. فالموضوع بسيط والقصة عابرة وتم تهويلها وحاجة خلصت وخلاص وعدت ومفيش أي مشكلة. وفي نفس الوقت حسيت أن البعض بيحاول ياخد القصة في اتجاه سلبي تحديداً بخصوص العلاقه ما بين النادي الاهلي وما بين واحد من ابنائه هو الكابتن محمد فضل. في كل الاحوال يعني كابتن محمد فضل عمره في يوم من الايام ما طلع تجاوز في حق النادي الاهلي لانه ابن من ابناء النادي الاهلي، رغم ان احنا بنشوف بعض الابناء يعني للاسف هم قليلين جدا بيغلطوا في الاهلي، بيغلطوا في مسؤولي الاهلي وكلام من، لكن هو الراجل ما تجاوزش ابدا في حق النادي الاهلي. فاحنا مش عايزين ناخد القصه في اطار ان ازاي محمد فضل يعمل كده وازاي وهو ما عملش حاجه كهربا وكلام من ده. ده كلام يعني تم تهويله بشكل كبير، وفي كل الأحوال محمد فضل ابن من أبناء النادي الأهلي ومحدش يحاول إن هو يعني يخوض في الجزئية دي تحديدا، وتفضل علاقة جيدة طالما أنت واحد محترم وتحترم النادي الأهلي وأنت ابن من أبناء النادي الأهلي، فهيبقى ليك كل تقديرك واحترامك في كل الأحوال. فبالتالي أنا عايز أقول لحضراتكم تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عقب هذه الأزمة، وتحديدا من قبل نص ساعة من دلوقتي الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم وقال يعني بعض الأمور المهمة جدا أهمها. قال إن القصة خدت حجم أكبر من حجمها، مفيش أي طرف من الأطراف تجاوز في حق الآخر، مفيش نية حتى عند أي واحد سواء كهربا أو حتى كابتن محمد فضل إن ده يتجاوز في حق ده أو ده يتجاوز في حق ده، والاتنين بيكنوا كل الاحترام والتقدير لبعضهم. وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان إن هو تواصل مع محمود عبد المنعم كهربا وتواصل مع زملائه وشاف الفيديو أكتر من مرة واتكلم في الجزئية دي كمان ويوضحها بشكل كبير، وقال إحنا دايما يعني عندنا حرص كبير جدا في الحفاظ على العلاقات الطيبة ما بين الأهلي وما بين مسؤولي اتحاد الكورة واللي بيتمثلوا امبارح فيه الكابتن محمد فضل. قال كمان الكابتن سيد ان هو في حديثه مع كهربا قال له يا كابتن سيد انا بحترم كابتن محمد فضل وبقدره كل التقدير في الحقيقه، والامر يعني مش عايزين نديله حجم اكبر من كده. واضح ممكن يكون واضح للبعض برضه عشان ابقى صريح، يعني واضح للبعض مين اللي غلطان مين اللي غلطان، لكن احنا مش هنتكلم في الجزئيه دي خالص. وانا نفسي الناس بس ما تركزش شويه مع كهربا، يعني التركيز معاه زياده عن اللزوم، يعني سيبوا الراجل موهبه كبيره بصراحه، سيبوا الراجل يشتغل بقى ويشوف شغله ويعرف يركز في الملعب. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ كمان استغل الفرصه ووجه الشكر لاتحاد الكره، دي تصريحات طبعا على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ، وجه الشكر لاتحاد الكره عقب الموسم الاستثنائي وقدرتهم لهذا الموسم بشكل مميز رغم كل الظروف اللي حصلت سواء فيما يتعلق بالتاجيلات وفيما يتعلق بازمه كورونا وتوقف النشاط، يعني عدد كبير جدا من الامور. فده الملف تحديدا بتاع كهربا وكابتن محمد فضل، ودي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. وعايزين نقفل القصه دي، وبصراحه برضو لو كان او هيكون في اي قرار بايقاف اللاعب فهيبقى غير منطقي وغير مبرر. انا لازم اختم بالكلمه دي، لو في اي قرار بايقاف كهربا
هيبقى امر غير منطقي وامر غير مبرر. فدي القصه دي بتاعه كهرباء، ومش عايزين نتكلم فيها اكتر من كده، ومش عايزين نديها حجم اكبر من حجمها زي ما قال كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكوره. طيب، في بعض الملامح وبعض الامور الهامه من خلال مباراه الامس، واهمها طبعا مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي واحد اللاعبين اللي بننتظر عودتهم بفارغ الصبر. كل جمهور النادي الاهلي منتظر عوده مؤمن زكريا، كل جمهور النادي الاهلي بيدعي له بالشفاء العاجل وانه يعود لصفوف النادي ويعود لزملائه في الملعب ويعود لجماهيره اللي منتظراه بشكل كبير جدا. لقطات امبارح زي ما حضراتكم شايفينها كده، لو نقدر نختصرها في كلمه او تقدر تختصرها في جمله، فهو ده النادي الاهلي. اللقطات لما تيجي تشوف اللقطات دي هي في النادي الاهلي، كم الاحترام والاخلاص والانتماء والحب وكل اللي انت عايز تقوله قوله في الحقيقه يعني. بدايه من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، واللي كان في استقبال مؤمن زكريا، وشفنا اللقطات في المدرجات وهو بيستقبله وهو بيسنده، وهو طبعا وزوجته الكريمه اللي لازم يعني نحترمها جدا ونشيد بيها جدا، وواحده يعني عندها وفاء واخلاص متناهي، وهي دي السيده المصريه الاصيله في الحقيقه يعني. فلقطات كلها جميله ولقطات تسعدك وتبسطك وتحسسك قد ايه انت فخور انك اهلاوي. زي ما انت شفتوا الحته اللي فاتت دي تحديدا، لو تقدروا تعدوها لي، الكابتن محمود الخطيب واقف بجوار مؤمن زكريا بيصطحبه حتى مكان تسلم درع الدوري، فضل بجواره لحد التقاط الصور التذكاريه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. حاجات كلها جميله ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي، واكيد هتبقى موجوده في بعض الانديه، لكن قصدي النادي الاهلي بيقدر يعمل الامور دي بشكل ممتاز، لان هي دي سمات الاهلي. هو مفيش اصطناع في الموضوع، انت ما تيجي تتفرج على اللقطات دي مش هتلاقي اصطناع، هو ده الطبيعي جوه النادي الاهلي، اخلاص ووفاء وحب وكل شيء موجود في اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي. فدوري مؤمن زكريا احد اهم واغلى الدوريات في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه، والدوري رقم 42، فكان لازم بصراحه نشيد بالمشهد الرائع امبارح في اللقطات اللي شفناها مع حضراتكم من شويه. طيب، جزئيه اخيره قبل ما اطلع فاصل عايز اتكلم فيها، وهي غايه في الاهميه، وهو فيما يتعلق باحمد فتحي لاعب النادي الاهلي السابق خلاص بعد انتهاء مباراه الامس، وانا تحديدا عايز اتكلم على الاحترافيه اللي اشتغل بيها النادي الاهلي مع اللاعب. انا كنادي اهلي جيت تفاوضت مع احمد فتحي، احمد فتحي الراجل فكر خد قرار مختلف، عايز تمشي بالاهلي اوكي مفيش اي مشكله، لكن في نفس الوقت احنا بنحترمك وبنقدرك، في نفس الوقت في عقد موجود انت ملتزم بيه واحنا ملتزمين بيه، وفي احترام متبادل في العلاقه حتى اخر ثانيه في انتهائها يعني. وده اللي حصل، وده ان دل يدل على الاحترافيه الكامله من قبل النادي الاهلي في التعامل مع اللاعبين، حتى لو كانت رغبه لعيب انت عارفها وهو اعلنها وقالها من بدري انه ماشي، فالاهلي طبعا ما بيقفش على حد، لا احمد فتحي ولا اي لعيب في تاريخ النادي الاهلي يقدر النادي يقف عليه خالص يعني. فاحمد فتحي نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، ادى كل ما يملك للنادي وكان عنده روح كبيره جدا في الملعب لحد اخر لحظه داخل القلعه الحمراء. فبرضه عشان ما نبخس احمد فتحي حقه، احمد فتحي كمان لازم نحييه ونقدره، لانه هو كمان بصراحه اشتغل بمنتهى الاحترافيه مع النادي الاهلي. الامر ده برضه بصراحه مش هتشوفوه غير في النادي الاهلي، لان الاهلي او في بعض الانديه كمان اللي ممكن يكون عارفين لعيب خلاص ماشي وقال انه ماشي قعدوا بقى على الدكه يركنوه ما يستفادوش منه. لا، الاحترافيه بتقول انك تستفاد من اللاعب حتى لو هو ماشي لحد اخر لحظه ليه في مشواره مع الفريق. عايز ازود على الجزئيه دي حاجه مهمه جدا، ان الاهلي التزم مع احمد فتحي بكل مستحقاته الماديه من امتى؟ يعني بعد ما احمد فتحي اعلن ان هو ماشي من النادي الاهلي كان واخد كل مستحقاته الماديه من قبل النادي وملوش جنيه عند النادي الاهلي، ورغم ذلك احمد فتحي كمان كمل مع الفريق لحد نهايه مشواره. فاحنا عايزين نشكر احمد فتحي كل الشكر والتحيه على مشواره الرائع مع النادي الاهلي، ونتمنى له دايما كل التوفيق فيما هو قادم بالنسبه له من تحديات. خليني اروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل تفاصيل حلقه النهارده، يلا بينا. نبتدي بترند الاهلي وازاي الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا تناولت احتفال الاهلي بدرع الدوري امبارح عقب مباراه طلائع الجيش. نبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك واللي بيقولوا لقطه لن او لا تتغير مع مرور الزمن، وده امر حقيقي واحنا
يعني متعودين على اللقطه دي ايا كان بقى في فندق او في الملعب. في كل الاحوال الاهلي بيحتفل ببطوله الدوري، ورغم ان المنافسه دايما بتكون موجوده طبعا مع في انديه محترمه زي الزمالك وبعض الانديه اللي ممكن تخش المنافسه في كل الاحوال، لكن السنه دي الاهلي كان بعيد لوحده في منطقه والدوري الباقي كله لوحده في منطقه ثانيه. يعني خلينا نروح لمؤمن زكريا وحسابه الرسمي على انستجرام، وبيقول صوره بألف معنى، وهي صوره لمالك ابن مؤمن وهو بيتصور جنب درع الدوري، وفي الخلفيه كمان لوجو النادي الاهلي، وهي فعلا صوره بألف معنى، وربنا يشفيك ويعافيك مؤمن باذن الله. طيب خلينا نروح لحساب جول مصر على تويتر، وقالوا لا احد يستحق لقب الدوري ال 42 للاهلي اكثر من مؤمن زكريا. طبعا دوري مؤمن زكريا الاغلى في خزائن النادي الاهلي بكل التاكيد، من ضمن اغلى الدوريات في تاريخ النادي الاهلي دوري مؤمن زكريا. يلا كوره ايضا بيعلقوا، وده من خلال حسابهم الرسمي على انستجرام، وبيقولوا يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، الاهلي يتوج بدرع الدوري المصري رقم 42 في تاريخه، وان شاء الله باذن الله الاهلي هدفه دايما زياده عدد القابه، ده يحصل على مدار السنوات والمواسم المقبله. حساب في الجول على فيسبوك بيقولوا ان 89 نقطه، وده رقم قياسي بالمناسبه، الاهلي كسر الرقم القياسي بتاعه اللي كان 88 نقطه في موسم 2017-2018، بقى 89، فده رقم قياسي جديد. 28 فوز، سجل الفريق 74 هدف، اقوى هجوم، ده حقيقي، سجل او استقبل الفريق 8 اهداف، اقوى دفاع، عدد قليل جدا من الاهداف ما شاء الله استقبله من النادي الاهلي على مدار مباريات هذا الموسم. وكمان بيقول لك اهلا بكم في احصائيات بطل الدوري لموسم 2019-2020، واحصائيات تدل على مدى استحقاق النادي الاهلي لهذه البطوله. حساب فيفا على تويتر قالوا ان الاهلي بطل الدوري المصري موسم 2019-2020 عن جداره للمره الخامسه على التوالي، اللقب 42 رقم قياسي، 74 هدف، اقوى هجوم، 8 اهداف عليه اقوى دفاع، 89 نقطه رقم قياسي جديد، 28 فوز، عاد رقمه القياسي لنفس الموسم، وايضا كان في 2017-2018 على ما اتذكر. وكمان بيقول مبروك للاهلي ولجماهيره او لجماهير القلعه الحمراء. حساب يلا كوره على تويتر قالوا ان اقوى هجوم ودفاع والافضل بالقرن الواحد وعشرين، 10 ارقام من الدوري للاهلي في الدوري رقم 42، وارقام كتير جدا في الحقيقه للاهلي هذا الموسم في بطوله الدوري. ابرز هذه الارقام طبعا، يعني الاهلي حصد 89 نقطه، وده امر يعني فريد وجديد من نوعه بعد ما كان حصل على 88 نقطه زي ما قلت لحضرتك قبل كده في موسم 2017-2018. كمان عادل النادي الاهلي رقم القياسي لاكثر عدد من الانتصارات في موسم واحد، 28 انتصار، وده كان ايضا حصل في 2017-2018. الاهلي اكثر تحقيقا للفوز هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق 28 فوز على مدار 36 جوله، خسر مباراه وتعادل خمسه. الاهلي اكثر تسجيلا للاهداف رصيد 74 هدف، كان ناقص له هدف ويعادل الرقم بتاعه في 2017-2018. الاهلي اقوى خط دفاع، وده ثاني رقم قياسي بعد الرقم القياسي اللي كان في موسم 75-76 على مدار 23 مباراه، كان عدد مباريات الدوري في هذا الموسم الاهلي استقبل هدفين بس، فبالتالي نسبه وتناسب، ده امر جيد جدا. الاهلي اكثر فرق الدوري في الخروج بشباك نظيفه كلين شيت بعدما حافظ على نظافه شباكه في 28 مباراه، لينفرد بالرقم القياسي، عدد كبير جدا جدا من الارقام القياسيه، منها الشناوي ان هو عمل يعني 24 كلين شيت كسر الرقم السابق، وليد سليمان هداف النادي الاهلي افشى اكثر لاعب صنع اهداف، امور عديده وارقام قياسيه هيبقى هدف النادي الاهلي خلال الفتره الجايه ان هو يكسرها مره كمان، وده شيء مهم جدا. هروح لفاصل سريع وبعديه لسه عندنا فقرات اخرى في حلقه الترند النهارده. يلا طيب نكمل ترند للاهلي وبعض التفاصيل اللي موجوده فيه بخصوص الاهلي ومباراته بالامس واحتفاله بدرع الدوري، والجزئيه دي مهمه قوي بيتكلم فيها اهلي بلايرز. حساب الاهلي بلايرز 72 على انستغرام بيتكلموا بيقولوا شكرا فايلر، ولازم طبعا نوجه كل الشكر لمستر ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي، لان هو اللي جاب البطوله وهو اللي كان بيساهم في تحقيق اللقب. وجي بعديه مستر موسيماني كمل المباريات المتبقيه في بطوله الدوري بعد حسم البطوله اوريدي مع مستر فايلر، فهنا بيقولوا شكرا فايلر على حسم الدوري مبكرا وتقديم دور اول نموذجي، شكرا موسيماني على الاداء الممتع في اخر مباريات الفريق في الدوري الاهلي البطل. طيب
خلينا نروح كمان لسوبر كوره وحسابهم على فيسبوك، وعلي لطفي يحظى بشهاده موسيماني بعد انقاذ الاهلي من 3 اهداف امام طلائع. في الحقيقه علي لطفي عمل مباراه امبارح ممتازه، 3 اهداف فعلا ويمكن 4 كمان اشتغل فيهم بشكل جيد وانقذ مرماه بشكل رائع، منهم كمان كوره اللي سام فيها عربي بدر طلعها من على الخط، برده لاعب مميز جدا عربي بدر. فلازم نشيد جدا بعلي لطفي حارس النادي الاهلي اللي شارك في بعض الدقائق على مدار الفتره اللي فاتت وقدر ان هو يؤدي بشكل مميز جدا بصراحه. طيب الاهرام وحسابهم على تويتر قالوا ان موسيماني يكلف مخطط الاحمال بتجهيز لاعبي الاهلي لنهائي افريقيا، وفي كذا سيناريو للاعداد للنهائي الافريقي، النهائي يوم 27، فكل التركيز منصب على المباراه دي تحديدا، الا اذا اتحاد الكره حط مباريات في كاس مصر خلال الفتره الجايه، وده صعب عشان الاجنده الدوليه، يعني لسه في حسابات كتيره. وعندي جزئيه بخصوص كاس مصر عايز اقولها لحضراتكم، وتحديدا بعد ما اقول لحضراتكم الخبر ده، الوطن سبورت قالوا الاهلي يحذر المحترفين من تاخر العوده قبل النهائي الافريقي. الجزئيه دي مهمه قوي، انا عايز ابتدي بس بحته كاس مصر، تمام؟ الناس بتتكلم عن ان كاس مصر هيتم الغائه وكلام من ده، انا بقول لحضراتكم كاس مصر صعب جدا يتلغي، وهيتلعب ايا كان توقيته امتى، حتى لو مع بدايه الموسم الجديد، لو الدوري الجديد اشتغل هيكملوا ما تبقى من بطوله كاس مصر في كل الاحوال، لان يعني في شركه راعيه وفي امور عديده جدا، يعني مش هينفع كاس مصر واللائحه وكلام من ده، فمش هينفع كاس مصر يتلغي وهيتلعب في كل الاحوال. الجزئيه بقى المهمه بخصوص المحترفين ولاعبي المنتخبات، احنا عندنا بعض المحترفين اكيد، مثلا جيرالدو هيروح انجولا مع منتخب بلاده، علي معلول هيروح تونس مع منتخب بلاده، فاكيد في تعليمات واجراءات احترازيه يجب ان تتبع من قبل هؤلاء اللاعبين، وده اللي وصى بيه مستر موسيماني والجهاز الفني، لان انت بعد ما تخلص باذن الله تحدياتك مع منتخبك فترجع على النادي الاهلي، وهيبقى ناقص اسبوع على المباراه النهائيه باذن الله يوم 27. فانا عايز استغل الفرصه اقول لحضراتكم بنسبه كبيره جدا الاسماء اللي انا هقولها لحضراتكم، لاعبي النادي الاهلي اللي هيكونوا متواجدين في قائمه الكابتن حسام البدري اللي هيتم الاعلان عنها خلال ساعات بعد دلوقتي، وبتتمثل في حوالي 9 لاعبين من النادي الاهلي. واللي عرفناه ان اللاعبين دول تم اختيارهم وتم الاستقرار عليهم، لكن هيتم استبعاد واحد منهم بس، هو حسين شحات بسبب الاصابه، واحنا عارفين حسين شحات عنده اجهاد عضلي، ففي الغالب حسين مش هيكون موجود خلاص. لكن الاسماء بتتمثل في محمد الشناوي، ايمن اشرف، احمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السليه، محمد هاني، صح فتحي كده كده خلاص يعتبر خلص مشروعه مع الاهلي، لكن احنا بنتكلم على القائمه اللي كانت موجوده يعني مع الفريق، ومروان محسن وقفشه وحسين الشحات وكهربا. من المفترض ان كهربا كمان هيكون موجود في القائمه دي طبقا للمعلومات اللي احنا وصلنا لها، وان الكابتن حسام بدري مبسوط جدا من ادائه، هنشوف هيتم استدعاء كهربا ولا لا، لكن دي المعلومات اللي جات لنا وقلنا نقولها لحضراتكم فيما يتعلق بقائمه لاعبي النادي الاهلي اللي هتنضم للمنتخب مع الكابتن حسام البدري. طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد ما خلصنا ترند الاهلي، وبعديه بقى نتكلم في بعض الجوانب العالميه المهمه جدا، استنونا بعد الفاصل. طيب بما اننا بنتكلم او هنبتدي كلامنا على الترند العالمي، ففي حدث مهم جدا، مباراه اليوفي في هذه اللحظات في الدوري الايطالي مع سبيزيا في الجوله السادسه. رونالدو كان احتياطي الراجل بعد ما كان عنده كورونا وقعد 18 19 يوم بعيد عن الفرقه، تمام، ونزل مكان باولو ديبالا في الدقيقه 56. نزل عمل ايه بقى الراجل؟ نزل جاب جون في الدقيقه 59، تمام، ده كريستيانو رونالدو، وجاب جون كمان اللي هو الجون الرابع في الدقيقه 76 من ضربه جزاء، هم 4-1 دلوقتي. فرونالدو في الحقيقه راجع لينتقم، يعني عاد لينتقم، واسطوره من ضمن اساطير كره القدم. بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم اهداف اليوفي كمان في هذه المباراه، يعني اول هدف كان لالفارو موراتا في الدقيقه 14، وبعد كده رونالدو، وبعد كده ادريان رابيو الهدف الثالث في الدقيقه 67، قبل ما يختم رونالدو في الدقيقة 76 الهدف الرابع، واهداف يوفنتوس والمباراة يعني في اخر دقائق فيها بتحديدا في الدقيقة 87. من ضمن كمان الامور المهمة جدا في مباراة بعد شوية ما بين مانشستر يونايتد وارسنال، مباراة قوية جدا في الاولد ترافولد، اللي يهمنا ان نجمنا المصري طبعا محمد النني متواجد في التشكيل الاساسي لفريق ارسنال بعد الاعلان عنه بشكل رسمي منذ لحظات. فبالتالي خلينا نشوف الترند العالمي ايه ابرز الامور اللي فيه، وتحديدا عايز ابتدي بديفيد مويز المدير الفني لفريق ويستا، واللي علق من خلال هذا الخبر تحديدا من ميرور فوتبول وحسابهم الرسمي على تويتر، وعلق قال ان ضربه جزاء صلاح امبارح يعني مش صحيحه، وان صلاح مثل فيها
عشان يحصل على ضربه الجزاء. واحنا عارفين صلاح امبارح ساهم في فوز ليفربول على ويست هام بنتيجه 2-1 بعد ما كانوا متاخرين بهدف للا شيء، فده امر كان مهم. فبالتالي يعني مويز من وجهه نظره شايف ان ضربه الجزاء مش صحيحه بالنسبه لمحمد صلاح. بس تعالوا نشوف بقى لاعب ويست هام وهو مسواكو، طبعا مدافع الفريق اللي ارتكب ضربه الجزاء دي، وقال كلام معاكس تماما لمديره الفني، وقال ما زلت اشعر بالغضب من نفسي بسبب ما حدث، نتيجه مخيبه للامال بعد بداياتنا الجيده في المباراه. وكمان قال ان ضربه جزاء صلاح كانت صحيحه. ده كان كلام مسواكو في بعد مباراه الامس. وانت لما تشوف ضربه الجزاء يعني ممكن تشك شويه من اول وهله يعني، لكن في الاعداد برضو ده طبيعي يعني في كره القدم، ممكن قرارات تبقى صحيحه وقرارات تبقى خاطئه. فبالتالي يورجن كلوب اتكلم كلام ايضا مهم بعد الفوز امبارح من خلال حساب انفيلد ووتش، وقال ان المشاكل توفر الفرص وانا احب الفرص. هو قصده على ايه؟ قصده ان انت ممكن تجيلك مشاكل وازمات باصابات بعض اللاعبين، فبتدي فرص للاعبين تانيين، وانا احب ادي الفرص للاعيبه التانيه دي عشان تحاول هي كمان بدورها تثبت وجودها. فده امر كمان جيد وكلام معنوي مهم ونفسي مهم جدا من خلال مستر يورجن كلوب وتصريحاته زي ما حضراتكم شايفين في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء هذه المباراه. دييجو جوتا طبعا هو اللي جاب الهدف الاخير امبارح لليفربول في الدقيقه 85. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، ومن وجهه نظركم ايه هو افضل تشكيل للنادي الاهلي هذا الموسم بعد انتهاء بطوله الدوري؟ فبالتالي نبتدي بموميا 74 والقالت من اول خطيب لحد عم حارس، لكل فرد داخل وخارج الكيان تعب وبيدعم وبينتقد علشان عاوز الاهلي يفضل رقم واحد في العالم. من وجهه نظري ان هي دي افضل تشكيله للاهلي في الموسم ده، شعب الاهلي فوق الجميع. طيب خلينا نروح لاسامه داوود، قال من وجهه نظره شناوي هاني ايمن ياسر معلول في نص الملعب، ديانج السليه اجاييه كمان وقفشه والشحات ومروان، تبديل الاول حمدي فتحي والثاني وليد سليمان والثالث احمد فتحي، كمان عاشق الاهلي. ودي اخر او ده اخر تعليق معانا، وقال ايه؟ قال كل اللعيبه رجاله ونجوم الموسم. دي كانت بعض تعليقات حضراتكم من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، و دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. وبكره هتكون حلقه جديده باذن الله نتكلم فيها في بعض الامور والتفاصيل الهامه اللي بتخص نادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا، الى اللقاء.